عرض الفروسية. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فهي رمز الأصالة والشجاعة والشموخ. يستعرض فريق الفروسية للأكاديمية العسكرية مهارات رياضة الفروسية بمشاركة فرسان وفارسات نادي الفروسية للقوات المسلحة. ويشارك فرسان الأكاديمية الحاصلون على بطولة الجمهورية والعديد من البطولات الدولية لقفز الحواجز. تقدم مجموعة من الفرسان لتنفيذ التشكيلات الهندسية في دقة وتناغم واضحين. ويشاركنا احتفالنا اليوم طلبة الدورة الأولى فروسية المنعقدة بالأكاديمية العسكرية المصرية بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للعمل كضباط مكلفين بقواتنا المسلحة. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمحافظة على الخيول العربية المصرية كتراث يعكس الهوية المصرية للخيول الأصيلة، يمر الآن أمام حضراتكم نخبة من إناث الخيول العربية المصرية الأصيلة والتي أنتجت العديد من الأبطال ولا زالت تؤدي دورها في الحفاظ على الأنساب العربية المصرية الأصيلة. إنهم فريق الفروسية للقوات المسلحة والأكاديمية العسكرية يستعرضون أنفسهم في أبهى صورهم، يتقدمون من يسار المنصة، يمرون أمام حضراتكم، يتقدمهم قائد طابور العرض